اكتشافات أثرية جديدة بنتابعها بشكل متصاعد ومتزايد من السنة اللي فاتت. النهاردة الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قال في تصريحاته إن في تفاصيل مهمة عن اكتشاف جديد، وهي أكبر خبيئة في جبانة العساسيف بالبر الغربي في الأقصر على إيد رجال البعثة الأثرية المصرية. تم اكتشاف 30 من التوابيت بيعودوا للأسرة 22 من العصور الفرعونية، تم وضعها في مخزن بالقرب من سطح الأرض لحمايتها من السرقة طبعا. وقال إن الخبيئة هي الأولى بأيادي مصرية، وكانت مدفونة على بعد متر من سطح الأرض. كان الصف الأول عبارة عن 18 تابوت، والتاني 12 تابوت لرجال وسيدات، منها 3 لأطفال صغار، تم وضعها من كبار الكهنة لحفظها في مخزن ببوابة حجرية وبتعود للأسرة 22 الفرعونية. تصريحات كتيرة خاصة بهذا الاكتشاف اللي بيضاف لسلسلة اكتشافات ناجحة ومهمة في مصر، ناخد تفاصيل عنها مع الأستاذ محمد السعيدي مدير المكتب العلمي لأمين المجلس الأعلى للآثار. برحب بحضرتك يا أستاذ محمد، كل التقدير لنجاحات خاصة باكتشافات أثرية مهمة بتعلنوا عنها. أنا يعني وضحت أخبار سريعة عن هذا الاكتشاف، لكن طبعا تفاصيل مع حضرتك، تفضل يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. احنا كوزاره الاثار بتولينا الدوله دلوقتي وقياده سياسيه اهتمام غير عادي او غير مسبوق، وبالدعم ده وبتعليمات معالي وزير الاثار الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفى كامين عام مجلس اعلى الاثار، بنحاول نشجع البعثات المصريه على الكشف زي ما حضرتك شايفه من سنتين بالظبط، وكل شهر عندنا اكتشاف او افتتاح جديد لكل حاجه من اثارنا الغاليه، الحاجه اللي هي فريده او المنحه الربانيه اللي ربنا اعطاها لمصر. تمام. يوم الحد اللي فات كنا في منطقه اثريه انا والدكتور مصطفى، وجالنا تليفون من منطقه العساسيف ان هم بداوا يعثروا على تابوت واحد من الخشب ملون محتفظ بالوانه كما تكون لسه معموله حالا وستيل مقفول. وكان الامر من الدكتور مصطفى والتعليمات من الدكتور مصطفى لفريق العمل انه يكمل شغله في نفس الطبقه، وربنا كرمنا بدانا نعثر على تابوت وقتله تابوت تابوت تلو تابوت تابوت تلو تلو تابوت للطبقه الاولانيه. في الليل ادانا تعليمات ان احنا لازم نسافر في الليل، وبالفعل توجهنا للعساسيف احنا والدكتور مصطفى والدكتور خالد عشان نشوف القصه دي ايه. بدانا نشتغل شغل توثيق كامل للطبقه الاولانيه زي ما حضرتك تفضلتي، 18 تابوت. خلاص خدنا قرار ان احنا سجلنا وهنبدا نشيل، فوجئنا ان في 12 تابوت ثاني تحت الطبقه الاولانيه، يعني 12 13 18 و12 تابوت. التوقيت زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان هم من الديتنج او من الستايل الديكوريشن اللي عليهم هم يرجعوا لعصر الاسره ال 22، وفي العصر ده كان فعلا في سرقات كتير انتشرت في المقابر، ففي بعض الكهنه بيقدروا يحاولوا يحموا التوابيت او الدفنات بتاعتهم، لانه كان المعتقد في الاسره ال 22 ما كانش الاقتصاد كان عالي شويه، فكان التابوت هو القبر، يعني ما كانش بيكلف نفسه او ما يقدرش ان هو يبني مقبره كامله، فكان بيكتفي بالتابوت ويزخرفه ويكتب عليه بعض النقوش والتعاويذ الخاصه بيه الامي دوات او العالم الاخر اللي هو رايح. شكرا يا فندم. يعني احنا طبعا عارفين ان التفاصيل الخاصة باكتشافات مهمة تاريخية حضارة عريقة زي حضرتنا محتاجة الكثير من الوقت عشان نتكلم. خدنا عناوين سريعة عن أهمية هذا الاكتشاف اللي تم إعلانه من وزارة الآثار، اكتشاف 30 تابوت خشبي يعود للأسرة 22 الفرعونية. كل التحية والتقدير للبعثة الأثرية المصرية اللي قامت بهذا العمل، ودي نقطة مهمة جدا في خبرنا.
انه النهارده احنا بنتكلم عن اكتشافات بايادي مصريه خالصه للعمل في كشف الحضاره المصريه القديمه. ما عندناش يعني خبرات من الخارج، استفدنا كتير، اتعلمنا كتير، عملنا تواصل وتبادل لهذه الثقافات في عمليه الكشف عن الاثار، في عمليات كثيره خاصه به ايضا هذا المجال. لكن في النهايه احنا بنفخر انه حينما نتحدث بقى عن اكتشافات في هذا التوقيت وفي هذا الزمن بنتحدث عنها بانها تمت بايادي مصريه خالصه، وكانت الاعمال كلها من قبل البعثه الاثريه المصريه.